أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد، وأجمل ترحيب لكم جميعا. ينضم إلينا في بيت للكل المايسترو علاء مجيد، رئيس وقائد الفرقة الوطنية لتراث الموسيقى العراقية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، نورتنا في بيت للكل. وبداية نتحدث عن هذه الفرقة، وبلا شك هي ساهمت بشكل كبير في إعادة وإحياء الموسيقى الكلاسيكية العراقية إلى الساحة الفنية. وبكل تأكيد وباعتقادي الشخصي، كل شخص بهذه الفرقة من فنان وعازف لديه قصة وحكاية. نتحدث في البداية عن تاريخ هذه الفرقة وعن هذا التجمع الرائع والانسجام المميز. نعم، أولا شكرا جزيلا على هذا اللقاء اللي أتشرف به، سيما وأن هذا البرنامج يظهر ويعرض في قنوات عربية عديدة في الأردن وفلسطين ومصر والعراق. بخصوص الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي، قمت بتأسيسها شخصيا في البداية منذ سنتين تقريبا، وقبل أن تتبناها وزارة الثقافة العراقية هنا. كل الشباب والشابات حضروا بشكل طوعي، إيمانا منهم وحبا منهم بالتراث العراقي والهوية الوطنية العراقية. الآلات المستخدمة الحقيقة آلات تراثية، يعني أغلبها من أصول عراقية، يعني سومرية، بابلية، أكادية وهكذا، وهي العود والقانون والناي والجوزة والسنطور، بالإضافة للدفوف. الفرقة تتميز كونها أولا تقدم التراث العراقي فقط حصرا، وفي نفس الوقت الفرقة تتميز كونها تغني وتعزف في آن واحد. الفرقة أيضا عدد 50 أو 51 شخص، وقابلة للتوسع بحدود 10 إلى 15 شخص في المستقبل. نقدم احنا الموسيقى الكلاسيكية العراقية، التراث العراقي، المقام العراقي، وكل المكونات العراقية من الشمال إلى الجنوب بكل تنوعات المجتمع العراقي وقومياته وتراثه الفني.